تراشي لي راجل مقصر في تحمل مسؤولية الدار مع مرته اللي تخدم. ياسر مقصر ما يعاونش بالكل، الراجل التونسي بصفة عامة ما يعاونش. الأغلبية الراجل مقصر من ناحية المرأة في ناحية الدار. مش الكل، مش رجال الكل، ثم شكون مقصر ثم شكون مش مقصر. ثم ناس مقصرة وثم ناس لا، ثم ناس معناها يشوفوا المرأة تعبة شوية يهز معها وذن القفة. ثم اللي راعي معناها ظروف مرته معناها كيف هي تخدم وكل شيء. فما اللي ما يراعيش الظروف يحب مرات تقعد في الدار. فما رجال تقول لك انا ما تعب وما نخدمش وماذا ما نجمش نعمل معاك، فما رجال تعاون تقول لك حسب مرتي تعبه لبرا كل شيء يسر عليها لبرا ولدي اخر. لا بالعكس، كل حد والدور نتاعو في المجتمع، هو مكلف باش يوفر الماديات والزوجه مكلفه بتربيه الابناء. فما اللي مقصر فما اللي مش مقصر، ما الاغلبيه مقصرين الرجال. مقصر ياسر، فما توا نساء ولات تخدم رجال قاعده في الدار. الشيء هذا كنا نعرفوا فيه من قبل، توا ولات المراه هي اللي تخدم. المراه ولات تقوم الساعه 12 الصباح مش مع الراجل. شنو رايك في اللي يقول لو كان المجتمع جاي يوفر الرعايه والاهتمام للصغار، راهي الام كي تخدم تكون مرتاحه ما عندها حتى مشكله. والله انا نفضل لو كان المجتمع او الدوله توفر مينيموم امكانيات ماديه باش الام تلقى وقت لصغارها. مش المجتمع هو يوفر رعاية للصغير، المجتمع عمره ما يوفر الرعاية للصغير بقدر الأم يعني. وكيف ما رعاية كل شيء، الأم تمشي متهنية كيف أنا تو مش متهنية، ديما على أعصابي ديما مخمم عليها ما خط ما فماش يعني. تو الصغير يخرج من الروضة مثلا من القراية ما يخش شكون يعني أمه تستنيه لبرا ولا شكون، ديما الإنسان حاير. لا مش صحيح، دور الأم يعوضوا حد في العائلة بالنسبة للصغير سيختو. الام لازم تقوم بدورها، لازم تقوم بدور مراقبه، حتى لو كان المجتمع يوفر شو اسمه الوسائل نتاع الطفل باش يقى وين يترفه ولا باش يقى وين يرتاح، لازم الام ديما هي اللي تقوم بدورها في مراقبه الاطفال. مرتاحه على صغرها من ناحيه شكون المجتمع، هو المجتمع ينطلق من بدايته من الدار راهو، هذا هو البدايه، هما الوالدين. انه فوا انت حضرت ولدك بالكدا هو باش يخرج مجتمع مريقل، دونك وقتها ما تخافش عليه. مش المجتمع مسؤول على كل عائله، كل عائله مسؤوله على روحها، واللي كان البدايه هي الواحد من الفرد يبدا هو يصلح روحه راهو الناس كل تتصلح. والله المجتمع صعيب باش يوفر بين هذا الزوز. مجتمعنا صعيب برشا، هي الحياه فيها برشا تطلبات والصغير يحب برشا مش كما تربي نحنا، والدنيا غليت وصعيبه والام الوقت هذايا تعيش مراحل صعيبه.